السلام عليكم. حنا كنتواجدوا اليوم بمستشفى ديال سيدي قاسم سبيطار الغابة. كما كتشوفوا هاد السيدة هادي راها توفات، إنا لله وإنا إليه راجعون. والسيدة اللي كتوفى هنايا في الطبيب كيقول لهم راها توفات كورونا. هاد السيدة هادي توفات بسبب الإهمال، الإهمال المبين. ما عطاوها لا أكسجين، ما عطاوها سيروم، ما اعتناوش بها، وملي ماتت قالوا لهم راها كان فيها كورونا ماتت. عندي هنا الوالد هنايا، هذه السيمانه هو عندهم هنا، ما عطاوه لا دواء لا والو، تيقولوا راه فيه كورونا. هذه سيمانه، وكان عندي في تطوان سيمانه اخرى، سيمانه وسيمانه هي 12 يوم. هاد السيد هذا من مجبد هنايا وكان فيه كورونا وراه مات. ها هو ما عطاوه لا دواء لا والو، مخليينها مجبد، ما كاين لا هضره لا كلام، ما كيعطيوه لا دواء لا والو. حدهم عاطينها القرعه ديال الاكسجين، وهاد القرعه ديال الاكسجين بسببي انا واقف باش عاطينها له. اين فوا نخرج؟ اين فوا نخرج؟ يحيدوها له باش يموت. كتسناوني عاد فاش نخرج؟ باش يقول لك حكا مات الكورونا. والسيده البارح ماتت حدايا، ماتت حدايا كتغوت بالعاده، وعطيوها الاكسجين كتنشف في شعرها، كتنشف في شعرها، كتقول لهم عاد شكون يا عباد الله، وخلاوها اهمال، خلاوها حتى ماتت. عاد قال لك راه ماتت هي بكورونا. هادشي هادي هادي هي، هذا هو سبيطار الغابة ديال سيدي قاسم. هاكو كيديروا العباد الله، هاكو كيديروا العباد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر.